السلام عليكم. نكمل محاضرة الـ drilling fluid، المحاضرة الثامنة. قلنا هذا السنترفيوج، الفلو دايجرام سنترفيوج، يجي هنا الـ drilling fluid الخارج من البئر، يطبع السنترفيوج، راح يطلع لنا جزء من عنده اوفر فلو، هذا البي كاتينجز، يعني بيس كاتينجز كبيرة يعني مناسبة، يطلع السنترفيوج، وعندنا هنا الاندر فلو. الاندر فلو قلنا يروح الى الميكسينج بيت ويضاف له هذه المواد حتى نرجع الدريلينج فلويد في مواصفات المطلوبة خصوصا الدنسيتي، ونرجع مرت اللوخ نعيده حتى نستعمله مرة ثانية. طبعا الاضافات هو ووتر، كمية من الووتر والاي بي اي البرايت والكلي البنتونايت والاديتيفز فور كنترولينج بروبلمز ان ذا دريلينج. وقلنا عندنا المعادلة مالتنا، راح نتوصل من هذه المعادلات نحصل على المعادلة الأولى، هو كمية الفلوريت بالأندر فلو كيو يو، هذه القانون مالتنا. بعدين نعيد كريكورد ريكو كونستراكشن، نعيد مواصفات الماد الخارج من الاندر فلو مال السايكلون السنترفيوج او اضافة المواد الاخرى. فنجي للاندر فلو، consider the under flow stream to be composed of old mud، المد القديم، dilution water والماء المضاف، والاديشن برايت ستريبت فروم ذا ديسكاردد مان، وايضا البرايت نضيف له اللي هو انتزع من عنده بالديسكاردد مان اللي طلع بالسنترفيوج بالهيدروسايكلون وهافرا. ذا دنسيتي اوف ذا اندر فلو كان بي اكسبرست، الرو مال اندر فلو يساوي لنا رو مال في الفيو يو ام زائد الرو W في الـ FUW زائد الـ ROB في الـ FUB. لأن الأفات هي الفراكشن مال كل عنصر مال بنتونايت أو بالماد، وبعدين من الواتر والبنتونايت. Where FUM, FUW and FUB are the volume fraction of mud, dilution water and ABI barite in the underflow stream. The diluted feed mud in the underflow should consist of feed mud and dilution water in the same ratio as they existed going into the centrifuge. يعني لازم كمية الماء أو dilution water مثل ترجع كما هي في حالة دخول الـ drilling fluid إلى centrifuge. This assumption نفترض هذا، ف this assumption we obtain ال FUW اللي هو الفراكشن مال الماء الخارج من السنترفيوج يساوي لنا ال FUM اللي هو الفراكشن مال ماد الداخل الخارج من الاندر فلو في ال QW1 على QM، شقد الفلوريت مال مي الداخلة على ال QMAD ايضا الداخلة. Also since all the volume fraction must sum up to 1، كل الفراكشن هي لازم تساوي الواحد، اذا ال FUB كان بي اكسبرست الفراكشن مال برايت يساوي لنا ال FUB يساوي لنا واحد ماينص FUM ماينص FUW، ويساوي واحد ماينص FUM ماينص ال FUW نعوض عنه بهذا المقدار FUM QW1 على QM. Substituting this expression هذا التعبير for FW FUW fraction مال water and the fraction مال bentonite البرايت in equation 27، المعادلة 27 اللي نعوضها بالمعادلة 27 هاي فوق اللي هذه المعادلة راح نعوض عن كل FU fractions نطلع لنا عوضنا راح نحلها فور الـ FUM الفراكشن مال المد
بهذا الشكل يطلع لنا ال F U M رو V minus رو U على رو V minus رو ماد زائد ال Q W 1 على Q M في رو V minus رو V. هذا أيضا ممكن هاي المعادلة نستخدمها بالإضافة إلى المعادلة مع رو U Q U. بعدين نحسب الفراكشن of the mud stream from the mixing pit. المد اللي هو بالميكسينج بيت is composed of all mud is given by ال FM يساوي لنا ال FUM في ال QU على QM. يعني الفراكشن مع المد اللي هو بالمد بالميكسينج بيت يساوي لنا ال FUM اللي جاي من الأندر فلو في ال Q بالأندر فلو على Q mud داخل السنترفيوج. إذا افترضنا هنا نريد بعد هاي ال FUM إذا نريد ال additives المضافة FCI is the desired concentration in pounds per barrel of a given additives in the mud stream. هذين المواد اللي راح نضيفها مثل بنتونايت نضيف ال CMC نضيف ال starch يعني هاي قلنا المواد اللي نضيفها نعالج بيها ال pH نعالج بها ال density نعالج بها ال viscosity نعالج بها ال filtration كل هاي مواد مضافة أيضا لازم تدخل بالحسابات. Then this additive must be added to the mixing bit at the following rate معدل ال كتلة أو بالماس ريت لهذه ال additives W sub I أي additives الوزن مالتها يساوي لنا CI الكونسنتريشن في ال QM المد فلوريد في 1 ماينس FM ويساوي لنا CI الكونسنتريشن مال المادة المضافة في ال QM الفلوريد مال المد ناقص QU ال FM تساوي لنا منها تساوي لنا QU في ال FUM where QM and QU are expressed in barrels per unit time. هذن ال QM وال Q هي بالbarrels per unit time وال WI بمن بالpound per barrel. The total flow rate existing in the mixing bit معدل total flow rate اللي هي موجودة بالmixing bit can be expressed by QM قد المد بالmixing يعني المد النهائي أصبح بالميكسينج بيت يساوي لنا QU الأندر فلو زائد QU2 إيش قد ضفنا مد إلى الميكسينج بيت زائد إيش قد ضفنا QU المن للكابوليوم هنا W بنتونايت على رو بي زائد WC على رو سي هاي أحجام للبنتونايت حجم يعني Q لل additives C زائد summation I من واحد إلى N قد عدد هذا البنتونايت هذا البنتونايت المضاف هذا للبرايت المضاف هاي لل additives قد ضفنا WI على رو I قد ضفنا ثلاث مواد أربعة هاي تبدي نجمعهن واحد وغلا كله W على رو لأي مادة مضاف تصير WI على رو رو اي هاي المجموع اذا مادة واحدة يصير دبليو اي على رو اي اذا مادتين هاي يصير دبليو 1 على رو 1 زائدا دبليو 2 على رو 2 اذا ثلاث مواد يصير زائدا دبليو 1 زائدا دبليو 2 على رو 1 رو 2 زائدا دبليو 3 على رو 3 فهذا يطلع لنا القانون انه الفلوريت ايش قد عندنا مال المد بالميكسينج. Similarly the mass rate هاي ك volume خلينا نقول او flow rate هنا مثل ما قلنا عبرنا total flow rate اللي هي barrel per unit time حجم هنا هاي كلها تمثل حجم. Similarly the mass of the material existing in the mix ايضا اذا نمثلها بالكتل او الماس راح تساوي لنا نضرب ال QM نضربها ب رو M الـ Q U نضربها برو U الـ Q 2 نضربها برو Water
ال W هنا إذا نضربها بال B راح يبقى لنا فقط وزن مال بنتونايت شقد، هنا وزن البرايت شقد، العفو هاي البرايت هذا البنتونايت، والأديتيفز الأخرى شقد أوزانها شقد عندنا أبو ثلاث مواد معناها W 1 زائد W 2 زائد الماس وهكذا. وهذه الماس ريت اللي هي تبقى بالمدبت وتمثل لنا المنتج النهائي للدريلنج فلويد بعد السنترفيوج خروجه من السنترفيوج. اذا solving the simultaneous equation for unknown QW2 and WB نحل هذه المعادلات السابقة لانه نريد شقد ال W2 لازم نحدد شقد نضيف مي بالميكسينج بيت وشقد نضيف بنتونايت حتى نعوض اللي فقدناه بعمليات التنظيف بالهيدروسايكلونز وبالسنترفيوز. بنحصل على هذه المعادلة انه QW2 هاي المعادلة شوية طويلة QM رو بي ماينس رو ام ماينس كيو يو رو بي ماينس رو يو ماينس دبليو سي رو بي على رو سي ماينس 1 ماينس دبليو اي من 1 الى ان دبليو اي في رو بي ماينس رو اي ماينس 1 على رو بي ماينس دبليو. اذا هذه المعادلة نحسب شقد كمية الماء المضافة نريدها للميكسينج بيت بعد خروج الدريلنج فلويد من السنترفيوج بالاندر فلو، والكمية البنتونايت WB مال البرايت العفو كمية البرايت حتى نعوض اللي فقدناها بعمليات التنظيف تساوي لنا QM شقد QMUD ناقص Q الاندر فلو ناقص QW2 ماينص WC على OC ماينص WI to the N من تساوي لنا 1 الى اي دبليو اي على رو اي في كل المقدار مضروب في رو بي اللي هي بالتنايد. ناخذ اكزامبل حتى نشوف شلون نرتب هذه الحسابات ونحسب الكميات المطلوبه حتى نضيفها للمدبت للمد الخارج من الاندر فلو السنترفيوج ونعيده مواصفات كما مواصفات أصلية مثل ما قبل عملية الضخ إلى داخل البئر وخروجه من خارج البئر. بنشوف حتى هنا طبعا هذا اشتقاق هو للمعادلات. الاكزامبل يوضح لنا أي معادلات راح نستخدمها من هذه المعادلات اللي حكيناها سابقا. Example: a 16.2 pound mass per gallon mud is entering a centrifuge at a rate of 16.53 gallon per minute. واضح؟ إذا هذا المد كتلته القد الماس ريت مالته أو الكيو يو الكيو إن اللي هي 16.5 gallon per minute along with 8.33 pound mass per gallon dilution water الماء النقي مستخدمين الكثافة مالت 8.33 which enter the centrifuge at a rate of يدخل السنترفيوج بمعدل 10.7 gallon per minute. The density of the centrifuge under flow الاندر فلو طبعا عندنا من السنترفيوج الدنسيتي مالته الرو يو يعني 23.4 باوند ماس بير جرام while the density of the centrifuge in overflow اللي قبل بعد قبل يعني دخوله للسنترفيوج وطلع لنا بالاوفرفلو 9.3 باوند ماس بير جرام. The mud contains المد يحتوي 22.5 باوند ماس بير جرام Y mong bentonite اللي هو هذا البنتونايت زادا 6 point mass per barrel deflocculant يعني الاديتيفز هنا عدة 6.9 barrel pound mass per barrel deflocculant. Compute the rate at which Y mong bentonite احسب معدل الإضافة لل Y mong bentonite يعني السي الديفلوكيولنت السي اي
water and API وهاي should be added to the mixing bed to maintain the mud properties. يعني ريت كمية المضافة المواد المضافة بالميكسينج بيت من البنتونايت ومن الدفلكولنت ومن الواتر والبرايت. إذا المطلوب إنه تضاف للميكسينج بيت to maintain the mud properties حتى نحافظ على خواص سائل الحفر ونعيد الاستعمال تبقى ثابتة. خواص الحفر solution الحال the mud flow rate. نحسب اولا المد flow rate of the centrifuge under flow. الاندر flow قد الفلو ريت الخارجه من عنده بالمعادله 26 اللي هي qu تساوي لنا rho u المعادله 26 وين 26 المعادلة الأولى هاي 26 كيو ماد رو ماد ماينس رو رو على كيو ماد ماينس رو رو ماينس رو دبليو على رو يو ماينس رو رو اليو والأو طبعا أندر فلو أوفر فلو فنعوض عن القيم مالتنا 16.53 في 16.2 ماينس 9.3 ذني الدنسيتيز هنا عندك 10.57 9.3 8.33 23.4 ناقص 9.3 يطلع 7.36 جالون بير مينيت. هاي الكيو يو الفلوريت الخارجة منين من السنترفيوج. طبعا انت ممكن هنا تكتب القانون تجيب معادلة 26 تكتبها هنا وتعوض حتى تفهم شنو الارقام هذه المثبتة. اثنين the fraction of all mud in the centrifuge under flow. The fraction of all mud in the centrifuge under flow is given by equation 30. The fraction of all mud قد الفيو ام in the centrifuge بال under flow is given فيو ام هاي المعادلة الثانية معادلة 30 نستخدمها رو بي ماينس الرو اندر فلو هنا رو بي هنا الماينس الرو اوفر فلو وهذا الكميات يعني هنا نكتب المعادلة ونعوض عنها بما يساويها يطلع 0.324 هاي مقدار شنو الفراكشن بالاندر فلو للمان. يعني خلينا نقول كأنما كمية المواد الصلبة بمن بالجزء الخارج من السنترفيوج إلى أندر فلو. المعادلة الأخرى نحسب الماس فلو ريت of clay and flocculant can be computed using equation 31. ال WC هذا مال بنتونايت المعادلة 22.5 16.53 minus 7.36 في الـ FUM 0.324 58 pound mass per minute clay. يعني لازم نضيف 7.58 pound لكل دقيقة من هاي الكلي. WD الديفلوكولنت المضاف يساوي لنا 6 في 0.337 هو اللي نعطينا التركيز مال تشقيق. يعني هنا نفس القانون هنا فقط يتغير هنا الـ 0.33 هذا كل الفاكتور 0.33 في 2.5 هنا بالنسبة للدفلكولنت يساوي لنا 6 هذا 3.33 يطلع 2.0 pound mass per minute. يعني الدفلكولنت نضيف 2.0 pound mass per minute هاي معادلة 31. بعد شو يبقى لنا
هسه طلعنا هنا ايش قد نضيف بنتونايت، هنا ايش قد نضيف ديفلوكولنت، راح نشوف ايش قد نضيف ووتر وايش قد نضيف شنو برايد. The water fluoride into the mixing bed is given by equation 32. Assuming a density of 21.7 pound mass per gallon for both the clay and the flocculant. يعني الاثنين هو نعتبرهن على اساس البنتونايت، فالبنتونايت الدنسيتي مالته هي 21.7 pound mass per gallon، هاي قلنا تحضروها. فهنا هو ايضا يعتبر الديفلوكولنت ايضا ضايف فيه هو مقدار من البنتونايت، فالدنسيتي مالتهم اثنين هم 21.7 دنسيتي اوف برايت، طبعا 35 باوند ماس بير جالون فور ويتد ماتيريالز اللي هو البرايت. فنعوض بالمعادلة حتى نطلع Q2W2 شقد كمية الماء اللي نضيفها للميكسينج بيت. هاي المعادلة الطويلة كلها نعوضها يطلع 8.23 جالون بير مينيت ووتر بالدقيقة. نحط 8 نضيف 8.23 جالون بير مينيت ووتر. الماس ريت اوف اي بي اي برايت، كمية البرايت المضافة للميكسينج بيت معادلة 33، الدبليو بي يساوي لنا 16.53 ناقص 7.36 ناقص 8.23 ناقص 7.58 على 21.7. هاي كمية كمية المضافة على الدنسيتي مال بنتونايت 21.7 ماينس هاي كمية الديفلوكولنت المضافة على الدنسيتي مالتها 21.7. في الروبي يطلع يساوي 17.4 باوند ماس بير مينيت اي بي اي برايت. فكلها اذا هنا طلعنا النسب المطلوبة حتى نعيد المد الى حالته الطبيعية وتبقى خواصة ثابتة ما متغيرة. نرجع نعيده الى المدبتس ويضخم دورة ثانية وما عندنا اي تغير بخواصة العامة. طبعا هنا بير مينيت انت ممكن يصير بير داي باليوم الواحد اشقد انه تضرب بال 24 ساعة، بس احنا الاساس يطلع لنا في الدقيقة اشقد. هذا ما يتعلق بالسنترفيوج وإعادة تأهيل الدريلينج فلويد بإضافة شنو؟ إضافة البراء البنتونايت، لأن إحنا قلنا بعملية التنظيف راح نفقد جزء من عنده لازم نعيده، والأديتيفز أيضا مضافة، ديفلوكولنت هنا واحد ضايفين أيضا نضيفة، وشقد كمية الماء المضافة، وشقد كمية البرايت المضافة بعد عمليات التنظيف ب المد الخارج من الدريلينج فلويد. نجي للسوليد كونسنتريشن سوليد كونتنت، شلون نحدد مقدار المواد الصلبه بالدريلينج فلويد الناتج. امبيريكلي استابليش جايد لاينز اون ذا ريكومندد مينيمم اند ماكسيمم سوليد كونتنت اوف فريش ووتر مد ار جيفن ان فيجر 229. محدد عندنا ايش قد النسبه العليا وايش قد النسبه المينيمم لكمية المواد الصلبة في الفريش ووتر أو اللي هو هذا الفيجر. Solid content versus mud weight for fresh water mud. فعدت هنا المد حسب المد جدين. من هنا 8.33 اللي هو الماء، وهذا يبقى إضافة البنتونايت غير الدنسيتي لحد 20. واضح. وهنا مختلف هذا المينيمم سوليد، مينيمم سوليد والووتر والاي بي اي، واضح. وبعدين التراكيز هنا فوليوم فراكشن لو سبيسيفيك جرافيتي سوليد، يبدي هنا 0.01.02.4 الى حد السكيد 10 12 14 تراكيز شنو اللو سبيسيفيك جرافيتي سوليد اللي هو نسميها الاف او جي، وهذا الماكسيمم سوليد برايت جرافيتي سوليد، يعني هو محصورة بين هاي القيم الماكسيمم وهاي القيم المينيمم.
وهذا طبعا هنا total solid volume of fraction of g from retort. هاي من جاي بيها منين؟ من retort test. بين الماكسيمم والمينيمم عندنا هذا الخط المنقط يكون بهذا الصورة، خط المنقط او الداش لاين تقطع هو شيء مثل ريكومندد ماكسيمم سوليد الموصى به، لا هو مينيمم ولا هو ماكسيمم بيناتهم. نروح نرجع راح نشوف معادلة تطلع لنا نحسب بها lowering the concentration of inert low specific gravity solid improve whole cleaning. كل ما نقلل المواد الصلبة ذات الكثافة الواطئة الخاملة راح نحصل على whole cleaning جيد و penetration rate جيدة، but at the same time require discarding large quantities of expensive materials. لكن هذا يتطلب شنو؟ انه نطرد كمية كبيرة من المواد اللي هي غالية والمضافات بالمد أدفز حتى نحصل على عملية المد ميك اب جيدة تعطينا كلينينج جيد وفلتريشن ريت عالية. بمعنى انه لازم نحدد اشقد نسبة المواد الصلبة بالدرينج اثناء عملية الحفر. Mud treatment usually is prescribed. Mud treatment معاملة المد مضافة تصنف achieve a given yield point plastic viscosity and filtration rate at lowest possible mud treatment cost. يعني احنا بنسوي معالجة للطين الحفر بعد احنا خروجه هي حتى نحسن yield point والplastic viscosity والfiltration rate وبوسيبل اقل ما يمكن بالكوست. typical acceptable range of plastic viscosity and yield point are shown in figure 32 and figure 31. يعني اليلد بوينت والبلاستيك فيسكوسيتي نشوفها بالفيجر 32 و 31. اللي هي شفناها بالمحاضرة السابقة. بالمحاضرات السابقة هذا الرسمي شفنا عن الـ point والبلاستيك فيسكوسيتي وعلاقتها ويا الدنسيتي. الماكسيمم يلد بوينت ديكريزز وذ مود دنسيتي مثل ما شفنا اليلد بوينت تقل مع زيادة الدنسيتي بيكوز اوف لارجر كوانتيتي اوف اي بي اي بارايت ذات ماست بي سسبندد تو اوبتين ذا هاير مود دنسيتيز. ايضا نتيجة انه كمية البارايت تكون معلقة سسبندد بالدريلينج فلويد تكون كبيرة بحالة الهاير مود دنسيتي. The lead point شنو تقل. The maximum suggested plastic viscosity increases with density. أيضا density تزيد مثل ما شفنا في الفيجرات السابقة أنه أيضا density تزيد plastic viscosity تزيد ويا زيادة density. Because addition of ABI variety إضافة الـ ABI variety causes an increase in plastic viscosity and the cost of reducing viscosity increases with density. وبالتالي يزيدنا الفيسكوسيتي فمعناه ان لازم نضيف مضافات حتى نحاول نقلل الزيادة بالفيسكوسيتي مع زيادة الدنسيتي. من هاي المفاهيم احنا from mass balance we get عندنا raw mud الدنسيتي بشكل عام للمد هي عبارة عن هو WFW و LG في الـ FLG وعندك الـ Rho B في الـ FB والـ Rho O في الـ FO. يعني هنا عندك Water عندنا هنا الـ Low Specific Gravity Solids هذا هنا الـ Low Barite
أو هذا الأويل. إذا عندنا بالمد بالمد أويل. Where rho m is mud density, rho w water density, fw is the fraction of water present, rho lg is the density of low gravity solids, flg is the volume fraction of low gravity solid, rho b density of ABI pyrite, while fb the volume fraction of the AB pyrite in the mud. Rho o oil density in the mud, and fo is the volume fraction of oil in the mud. العلاقة هنا relationship انه ال FB الفراكشن مال برايت يساوي لنا واحد ماينس ال F water فراكشن مال water ناقص ال F الفراكشن مال low specific gravity solid ناقص الفراكشن of oil. طبعا هنا ذني مجموعهم كلهن ويا ال FB يساوي لنا واحد. اذا ال FB تساوي واحد ناقص مجموع هذا مجموع دول الثلاثة. equation 3-4 كان ب 34 معادلة راح تساوي ال FLG. طلع ايش قد نسبة اللو جرافيتي سوليدز هي هاي حتى تحدد لنا ايش قد السوليد كونسنتريشن بالمد. تساوي لنا رو دبليو اف دبليو على 1 ماينس اف او اف دبليو في رو بي زائد رو اف او ماينس رو مد على رو بي ماينس رو ال جي. يعني هنا ترتيب للمعادلة هذه ويا المعادلة اللي قبلها. example إذا الآن هنا example لازم نحسب إيش قد ال FLG ال low gravity solids اللي يقوله أيضا علاقة مثل ما قلنا سابقا ويا من ويا الدنسيتي بعد إضافة البراي. example calculate the fraction of low specific gravity solid and ABI pyrite قد المضاف for the 12 pound mass per gallon mud density مالت 12. describe in example 2-8 assume the oil is diesel oil مضاف ايضا oil. recall that the water fraction corrected for the effect of dissolved solid is 0.773. يعني ايش قد الاف ووتر حتى نصحح لنا تاثير الاملاح المضافه هو 0.773. السولوشن فروم تيبل 2-3 نرجع التيبل الاوليه اللي اخذناه بدايه المحاضرات مال بريدنج فلويد من التيبل 2-3 and تيبل 2-4 the water specific gravity is 1.0857 واضح. والأويل specific gravity هو ديزل أويل 0.86 واضح. equation 35 نعوض بها ال FLG هي المعادلة هذه يطلع لنا طلعنا احنا ال FW 1.87 الرو دبليو طلعناها 1.0857 هاي نتيجة شنو اضافة الاملاح بملح ويا الاف دبليو هي انطانا 0.773 واحد ماينص الاف او شكد هي 6% ماينص 0.773 اللي هو اف دبليو في الرو بي 4.2 هنا ياخذ السبيسيفيك جرافيتي مو دنسيتي لان هي كلها فراكشن هنا 0.86 الرو السبيسيفيك جرافيتي مال ديزل اويل ماينس 60% في 0.06 الاف او ماينس 12 على هنا ناقص الدنسيتي مالتنا 14 ومعطينا اياها 12 نقسمها على ال 8.33 حتى يتحول الى specific gravity مال من مال المد على الرو بي 4.2 ماينس الرو ال جي 2.6. الرو ال جي يعتبر low specific gravity اللي هي specific gravity مال البنتونايت واللي هي 2.6 يساوي لنا 0.095 والاف بي
الفراكشن مع البرايت راح يساوينا 1 ماينس الاف ال جي 0.095 اللي طلعناها ناقص الاف دبليو اللي هو 0.773 ناقص الاف او 0.06 يطلع 0.072 هاي الفراكشن نسبة هو مال من مال البرايت. هذا مثالي حدد لك يعني ايش قد نسبة الفراكشن مال الروس باسيف جرافيتي والفراكشن مال البرايت في اي قدر اللي يدخلون. نجي نكمل فور فريش ووتر مات that do not contain any oil. إذا ما عندنا oil بالفريش ووتر it's possible to determine the volume of fraction of low specific gravity solid using figure 229. استخدم الفيجر 229 اللي هو هذا ما عندنا هذا ما بي oil واضح. فأي density ممكن السقط على recommended وتقيس ايش بال عندك التوتال سوليد فراكشن. بس هو راح نطلع معادلة هاي المعادلة اللي هي ممكن نستخدمها عوضا عن هذا الفيجر لان هذا فهنا عندنا ما بي اويل. اذا الاف فراكشن مال الووتر يساوي لنا 1 ماينس الاف سوليد كل السوليد حتى البرايت وياه والاف برايت يساوي لنا الاف سوليد ناقصا الاف او جي. يعني هنا الاف سوليد اللي كل السوليد الموجودة بالبرينج فلويد ناقصا اللو سبيسيفيك جرافيتي فراكشن وير اف اس اف ذا فوليوم فراكشن اوف اول سوليد في النمط. اذا الايكويشن معادلة 43 راح تساوي لنا الاف اس نسبة المواد الصلبة الكلية بالدريلينج فلويد اللي ما بي اويل راح يساوي لنا هذه المعادلة رو ام زائد اف ال جي ماينس رو بي ماينس رو ال جي ماينس رو دبليو على رو بي ماينس رو دبليو. هاي المعادلة 36 for the mud additive densities and metric units listed in table 27 equation 36 becomes. يعني اذا اخذنا الدنسيتي عوضناها الوحدات المترية in table 7 equation 36 وراح نحصل على المعادلة الFS كspecific gravity رو مد نقسم على 8.33 حتى نحول الى specific gravity مع المد الFLG اللي هو specific gravity الرو بي 4.2 الرو LG قلنا 2.6 مع البنتونايت ناقص الرو دبليو 1 على رو بي ماينس 4 رو 2 ناقص 1 تطلع المعادلة التالية انه الاف اس يساوي لنا 0.3125 رو مد على ال 8.33 ماينس 1 زائدا 0.5 اف ال جي. هاي المعادلة اللي هي نحسب بيها السوليد كونتنت اوف اني دريلينج فلويد ونو اويل انت واللي هي هاي المعادلة مثال الفجر نسيب هاي المعادلة 0.03125 رومان على 8.33 ماينس 1 بلس 0.5 اف ال جي. هاي ممكن انه انت تشتقوها بالعلاقات هذه ممكن نشتقها ونتوصل بهذه المعادلة مثال عليها هنا example 14 pound mass per gallon of fresh water mud is reported on to contain oil and to have a total solid contents of 28% plastic viscosity measured at 120 Fahrenheit 32 centipoise and yield point measured at 120 فهرنهايت 15 pound force على 100 في التربيع. Is this a good mud? If not, what steps you take it? يعني هذا اذا الـ 0.1 15 هل هذا
بهذه المواصفات هو مد جيد. إذا غير جيد شو نسوي؟ From figure 229 we see that the maximum recommended solid for 14 pound mass per gallon mud is 26.5. هو إذا تحت الجد 28 ومعطينا solid content 28. إحنا جينا من الفيجر الدنسيتي لو نرجع للفيجر الفيجر الدنسيتي مال تشقد هذه 14 نروح على الريكومندد هنا يطلع شقد عندنا نسقط هذه النقطة هنا تصير عندنا 26.5 واضح من الجدول لأنه ما نعطينا حساب يعني أرقام حتى نطلع هذا شقد نروح على الجدول مباشرة فقط نحتاج الدنسيتي نسقطها إذا السوليد كونتنت مالته 26.5 هو بس بالريكومندد هنا هو 28 إذا فروم فيجر 32 نسي ذات بلاستيك فيسكوسيتي 14 باوند ماس بير جالون شود نوت اكسيد 30 سنتيبويز وعلى الفيجرات السابقة بالدنسيتي نطلع البلاستيك فيسكوسيتي مالته يطلع 30 سنتيبويز The high plastic viscosity reported confirm the presence of excess solid. Then steps should be taken to reduce the total solid content to 28.5. يعني بال 28 ال plastic viscosity 30 حسب الفيجر طلع لازم احنا ننزلها لشقد لل 32 32 نجيبها لل 30 واضح نقللها فطبعا الاستيبات هي اما نطرح جزء من السوليد نقلل السوليد الى 28 نجيبها ل 26.5 او نضيف كميات من الماء حتى نسوي ديليوشن للسوليد وبالتالي تقل البلاستيك فيسكوسيتي من ال 32 الى 30 شكرا لإصغائكم نكمل بالجزء الثاني من المحاضرة